بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبي الكريم. نختار بنقول اشياء معنيه. فعلا احنا هون منطقه حدوديه، وعندنا عندنا ياسر المشاكل، واكثر شيء نعانوا منه قبال لا منطقه الحدود بين بوركينا هذه انتشر فيها اعوذ بالله الوباء، والجزائر، واحنا ما عندنا ما فهم معبر من قد الجزائر، وذاك مضطرين من ياسر، خايفين من مولانا، وخايفين من معن السلطات. جزاه الله خيرا، ادات واجبه وعدلت اللي عليها، يباتون معدلين كفر فيه ويظلوا معدلينها، ومانعين التجمعات، والشعب قاع مجاو معاهم ما شاء الله. يا غير المشكله الوحيده ضبط الحدود، هو اللي خايفين احنا من نعود لاطراح لنا مشكله. ضبط الحدود صراحه صعيب ولا يقدر ينضبط، ومن يلا الدوله تعرف شي ذاك، قال احنا منطقه حدوديه وجينا كيف ما قالوا الرعود، قالوا قاع ياسم الناس خضروات، قضيت ياسم المشاكل اللي جينا ومالي، من يلا لا نعود عاسي منه، ويجي من المغرب افضل، اللي المغرب يجي منهم، اللي معبر 55 ذاك يجي منه، ومنتشر فيهم اللي يعوذ بالله هذا الوباء. من يلا بعد الدوله لا تكثف الجهود، واحنا بعد ما نباخر راجين التوفيق ان شاء الله من عند الله. وعلنا بعد مشكلتنا احنا باسكم وحيده قضيه الحدود، قضيه الحدود من يلا تنضبط لنا الحدود، ولكن لا يدخلنا يعود معروف، اللي يعوذ بالله قد يدخلنا احد ما نعرف جاي عقاب الليل قاعد داخل، يصبحون في الدشره، يصبح الوباء منتشر في باسكم. روايه حساسه، من يلا الدولة لا تطرح الاحتمال، من يلا لا تعرف هذا الشيء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مش حالك، نحن نختار نعرف انطباعاتكم انتم هذو الساكنين تباسكنوا عن الإجراءات اللي متخذة هون من طرف السلطات هون المحلية من أجل عدم انتشار فيروس كورونا. ما شاء الله تبارك الله، مش حالك بس السلطات قايمة بعمل جيد تبارك الله، يبدو أنه ما شاء الله ما هي باخذة شيء، ولكن يلا تعود الحركة شد من مكان بين تقريبا كل ليل عنه، والنهار أكثر حركات الناس النهار من الليل، يلا يعود العمل، السلطات ما يباخ لشي قائمة بعد عملها تبارك الله. مرحبا بالسيد. بسم الله الرحمن الرحيم، أنا مواطنة من السكان باسكنهم، شاكرين السلطات على المجهود القائمة به للوقاية، والله للحد من انتشار هذا المرض، يعطينا خير إن شاء الله الوباء الدولي، ويا غير ما يخسر شيء لطلبنا الزيادة، وخاصة في قضية الحدود الوقاية قاعون في المقاطعة ما تخسر شيء، كيت هذا حضر تجول عدو معدلين مضبوط حتى ولا يخسر شيء، قاعد إلى زاد أحكم جديدة لا أحكم. هي قاع سنة للرسول عليه الصلاة والسلام على الحجر الصحيح، إن الحديث الصحيح إن الوباء إذا نزل على حد في أرض ما يالله يوخاها، وإلى عاد برد أخرى ما يالله حد يقدم عليه. هذه قاع أصلا قاع بحديث صحيح للرسول عليه الصلاة والسلام، وصاوا به الأطباء أمول اليوم، أثبتوا مولي علم الحديث اليوم أهميتك، ويلا المواطنين يقبضوا بذيك القضية ذيك إياها ما يالله يعملوها، الوقاية خير من العلاج. في قضية الحدود طالبين من السلطات من الدول الموريتانية، هذه مقاطعة حدودية، حدود واسعة، صحراء ممتدة، ما يكيبتش من الجزائر للنيجر، يموج فيها ويعوم فيها ضمن الناس، حتى ضمن كاع الناس اللي الدول اللي ما عندها حدود مضبوطة، وفيها الفوضى كيف ليبيا وكيف شمال مالي وهذا الشيء كامل، وللأسف الشديد الدول كاملة اللي تطلع على الصحراء تدخل هذا الوباء يا واجع. الجزائر، ليبيا، حتى بوركينا فاسو، هاي اللي ما بينا معاها شيء، لاصقة هما اللي عابين منها الحق فيها الدرجة، الله أكبر، صحراء خطيرة، وإحنا عندنا معاها حدود واسعة، وباسكنا ما شاء الله مقاطعة كبيرة، وعادت واردتها الناس من ياسر من هاي الدول، بيلي تبارك الله فيها نشاط اقتصادي لاباس به، وهذا بوابة على الدول الموريتانية. المهم من بعض نختار السلطات تضبط الحدود وتركز على ضبط الحدود، راهي مهمة، حتى ضبط الحدود مهم، وخليكمش من الشاعات الأسبوع الماضي نتخرش من الناس ما معلوم به، والله ما خاض على معبر دوينكار يخاض عليك الإجراءات الصحية المعدلة فمات، وهذا خطير على المواطنين هم، وطلبنا للسلطات وجزاهم الله خير، قاموا بدور يامس كبير هون في السوق هون يامس يوم السبت في باسكنو، حتى الحاكم شخصيا وقر هون لين ذاك، شفناه هون عات عليه القايل
يقفل باتي ويعطي توصيات والنصايح للناس والشرطة معاه. الحمد لله ما شاء الله تبارك ما شاء الله يا غير بعد بس سكان المقاطعة كاملين والله قاع سكان موريتانيا برطال من السلطات ضبط الحدود ضبط الحدود وجزاهم الله خير على ذاك اللي هدروا كان شكرا. حضرت جولي مع موريتانيا هذيك زين حتى نختار وقال قد تقفل الحدود كامل تقفل بين الولايات ومولي وباسكم ويعطي الفار من الحدود لجميع المحل مالي وموريتانيا مالي ومن طريق الجزائر ومالي وجميع بعد الحدود الولايات يعطي مولي كل ولايه يعطي الفار ما ياخذ حد ما هو معروف ذاك اللي فيه بدنا نحافظ على المواطن زين حتى العدل قال هاي الساعة ضيقة شوية طلع عدل الساعة الثامنة ولا تقريبا آخر بعد المجاعة. هذا حضر تشوال لمعادلة الدولة زين عندنا خاصة مقاطعة باسكنو ثانيا على أن يالت الدولة تقبل بعين الاعتبار هؤلاء المواطنين الضعفاء اللي مثلا كي هذول الناس اللي في طوابل والله الكسكس وهذا الخلق اللي دخلوا عادي يالت تقبل مبادرة بقضية توقيت كانوا في صالحة ولا ما في صالحة. ثانيا قضية تنفيذ معابر ذي حدودية زينة عندنا به اللي تهدف صحة المواطن ويعرف المواطن ما يتعاونوا في هذا الحرق. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن هم مقاطعة باسكنو نشكر السلطات الإدارية والعليا الحاقة في هاي الإجراءات المعدلة قطعا ما شاء الله فات لها ما شاء الله زين كامل وطايم من السلطات المحلية وانتيا خاصة تراقب هاي المواد اللي نجي مرقب من مالي وانتيا هنا مقاطعة حدودية ياسر من الخضروات وياسر من المسائل اللي من مالي ربما تبدا تنتشر من اجل هذا الفيروس الله يراقب ذلك. وكذلك اللحوم انتي معها اي ضابط الا كل شيء يشري يمشيته وشاكين السلطات على هذه الاجراءات. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انطباعات الحيوان الساكن في اسكنو الدور القائمه بين السلطات زي عندنا مشجعينهم عليه نحن مساعدين انفسنا المحافظة عن هذا فيروس كورونا كله يلا الساعة السادسة قررت الدولة كله يزيد مكانه يهنا في بلوث لكن اللي يقبله العادة يقبل الشيوخ يقبل ويا يقبل بسبب الوقت يهنا في بلوث يترحم الناس زين مضبوط مشجعينهم عليه.